بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حول سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Adding Symbols. Symbols دي يا جماعة معناها خاصة بإدراج رمز معين من الرموز اللي هي مش أو مش اللي بتظهر بشكل مباشر على الكيبورد، لا أنت بتحاول تضمنها تضمين. طبعا لو رحت لقائمة Insert هتلاقي إن السيمبل معاك مش أكتف، لأنه طبعا ما في مساحة لإدراج، ولأن ما فيش الوحدة اللي بيتم إدراج جوه منها. طبعا أنت لازم إكزاكتلي يا جماعة تبتدي ترسم له تكست بوكس عشان طبعا يتأكد معاك الرمز. هتروح لقائمة انسيرت وبتبتدي تدرج السيمبول بتاعك، فيفتح لك الوزارة الخاص بالسيمبولز. طبعا يا جماعة السيمبولز اللي عندي غريبة شوية، لأن طبعا ايه كل سيمبول او كل خط معين بيبقى له مجموعة من السيمبولز الخاصة بيه. انا بسم الله ما شاء الله عندي كمية كبيرة من الخطوط، فعندي سيمبولز مختلفة. الامر بيتوقف بشكل مباشر على نوع الخط اللي انت بتستخدمه في وانت بتختار السيمبل بتاعك. وجاست كالعاده بتبتدي تضغط على السيمبل اللي انت عايزه يظهر وتبتدي تعمله انسيرت، تبتدي يتم ادراجه. وممكن طبعا انت تعامله معامله الخط العادي، تبتدي تكبره او تصغره، تعامله كانه خط عادي يعني. تمام. الجانب الثاني يا جماعه، انا ممكن لو فتحت الرن ورحت لل الكاركتر ماب سي اتش اي ار اي ام اي بي، الكاركتر ماب بتاعت نظام التشغيل بتاعي فيها مكتبه الكاركترز اللي مستخبيه جوه. طبعا على حسب السيمبلز اللي انت، على حسب نوع الخط اللي انت بتستخدمه، ممكن تبتدي تدرج الحاجه اللي انت عايزها. نفرض عايز الرمز اللي مش عارف انا اسمه ايه ده، دبل كليك عليه وتبتدي تعمل له سيلكت وكوبي، وتبتدي جاست كنترول في اور بيست، بيتم ادراج السيمبل بتاع السيمبل بتاعه. الفكره بمنتهى البساطه هي هنا السيمبلز موفرها لك هو في قائمه سيمبلز، والسيمبلز اللي هي بيدرجها بتكون موجوده في قائمه نظام التشغيل اللي بتكون عباره عن كاركتر ماب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.